السلام عليكم، مساء الخير. هلا، أنا عثرت قصة اللي راح يدور وقت التواصل الاجتماعي، قصة السيدة إكرام والسيد عبد القادر، وحبيت يعني نعطي رأيي. يعني اللي راني نشوفوه وراهم الأخطاء، وراهم النقاط السلبية والنقاط الإيجابية. يعني نقدم روحي، سيدة مانيش صغيرة، مانيش في الجيل تاع إكرام ولا الجيل تاع عبد القادر، أنا قريب من حق الخمسينات، أستاذة جامعية هنا في الجزائر. عندي نظرة، يعني بحكم السن والتجربة، عندي نظرة شوية مغايرة على الشباب. تبارك. ملا اولا الحاجه اللي شفتهاكم، سمحوا لي نهضر شويه عربيه شويه فرونسي، خاطرش جو سو بروفيسور دو فرونسي، دونك ساعه ندخل كلمه زوج باللغه الفرنسيه. دونك في هاد الحكايه كامل، اول شيء واش اللي يظهر علينا كمجتمع جزائري، هو يعني في مسألة المونتاليتي ولا الطباع نتاعنا شوية ميباستابل، يعني رانا شوية كيفاش يقولوا بالعربية مذبذبين، معرفناش واش من المبدأ نشدو واش من الطريق نشدوها، معرفناش. يعني هذه قضية كيما كاع القضايا الاجتماعية، ماهيش حاجة يعني صارت وصايرة بزاف، لكن كي وصلت المواقع الاجتماعي وكشفت وش قراوها كامل الناس وشافوا الطرفين اللي حكاو، يعني اثرت في الناس بزاف، خاطر الناس تصدمت مش موالفة بهذه الشفافية، خاطر احنا مجتمع ناقص حرية. يعني كي تكون شي ولا يقول لك تكتم ما تهضرش، استر، وهذه بون ما عليناش، هذيك واحد يستر حاجة مليحة، لكن انا الحاجة اللي راني عايشة معنا في الجزائر ولا نشوف حاجة اللي نقصت، اللي تسببت بالك في كثير المشاكل من 21 سنة ولا هكذا، بدلو بزاف حاجات في المجتمع الجزائري. أولا سقف الحرية تاع الناس، يعني ناس سقف تاع الحرية تاعها قلص، ثيرابوتيسي صغير. دونك الإنسان لازم تكون عنده حرية باش يفكر في حاجة يديرها ولا ما يديرهاش، ميشوفش الرأي تاع المجتمع، يشوف الحاجة قبل اللي تلقى التربية اللي تلقاها من والديه، التعليم اللي تعلمو، وبعد يشوف واش. احنا الجزائريين تحس بلي يديروا اشياء ماشي باقتناع، خطر الجيران يشوفوا، خطر الحومة تشوف، خطر يهضروا عليا في العائلة، خطر يهضروا عليا برا. دونك احنا هنايا وضع ما يبانش وراه الايمان تاع الناس تاع الصح، يعني الايمان ما نقدروش حنا نقيسوه، الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا هو اللي عارف، ماشي مساله تاع اشخاص، هذه مساله ربي يحاسب كل واحد عليها، ولكن التصرفات اللي تؤدي اخطاء كما هذه، كما القصه تاع الاكرام وعبد القادر، نقص في الحريه هو اللي يؤدي لهذه المشاكل الكبار. نهضر لكم مثلا، ما تقولوش هذه راهي ترويج حاجة مش مليحة، مثلا في اللباس، قضية الحجاب، بالك الطفلة هذه ما كانتش من الأول مقتنعة به في دارهم عند الأهل تاعها، إلا مارسوا عليها ضغوطات وسيفوا عليها، دونك الطفلة ماهيش حابة، هي لبساته صح، من بعد غير راحت بدلت وسط واحد آخر، شافت بلي لازمها تتأقلم هي تاني، بس كيما في أوروبا، كيما احنا هنا في الجزائر مازالوا بالستينات. احنا واش نقولوا؟ احنا نقولوا السطره مليحه، كانت قادره، يعني الاهل تاعها قادرين يبداو لها تستر حاجه، تلبس تحت الركبه، تلبس مثلا مش عارفه انايا شيميزي مونش لون ولا، بالعقل يعني كي قد ما تكبر تنضج تولي وحدها، من بعد خطر في العائلات اللي كاين سقف الحريه مرتفع، يعني معناتها طفله عندها عقل تخمم به وتعرف لي
يصلح له ما يصلحلهاش ما تلقاش فيها هذه المظاهر. وين كلش بالإرغام وكلش بالعنف وكلش بالدراع يوصل يعني تفهم كطفل حتى الولاد تاع التصرفات تاعهم تكون ماشي مليحه. خطر نقول لك عمري ما فكرت انا في الحاجه يفكروا في مكاني يعني يخموا في بلاصتي واش ندير هذه الحاجه واش ما نديرش. هذه اولا. ثانيا كاين واحد الظاهره ثانيه اللي هي ظاهره التدين في الجزائر ماشي اتغوليجو بس كل جزائريين يدينوا بالاسلام من بكري ماشي من دار صح. الظاهره هذه تاع لو فينومين دو لا ريليجوزيتي معناتها يظهروا يعني بين الناس ولات برا تتلاقى معاه يهضر لك شحال صلى شحال من ركعه صلى شحال دار الحسنات شحال صام الحسنه شحال دار قيام. هذه الحاجات هذو واحد شخصيه ما نحكوش فيهم ما نحكوش فيهم. كي تولد الظاهره هذه تاع لا ريليجوزيتي اللي هي التدين ولا تأسلم كيما نسموه حنا الناس ما رجعتش صادقه واش ولينا وين نعيشوا النفاق. الناس تنافق خاطر العباده لله ماشي حنا ما نعبدوش ربي للعباد اللي معانا لله. دونك الناس ولات تنافق ولات ماشي على صدق ديرو ني سون با سينسير ساعات احيانا بعض الناس ماشي كامل. ثالثا ثاني الشيء اللي شفته اللي هي المحيط تاعنا يعني الثقافي الاجتماعي حتى الوضع تاعنا الاقتصادي. هنا لاحظت يعني عندها واحد 20 سنه هكا كاين نقص بزاف في الفكر في العلم يعني الناس ما تقراش ما تطالعش ما عندهاش يعني عمق في التفكير حتى يعني تعاطي هذه القضية اللي شفت لل يعني الوسائط يعني الاجتماعية المواقع الاجتماعية شفت الناس كيفاش تداولت هذا المشكل كيفاش طريقة يعني تكبير تخيم القضية وواحد يسب في القاضي والآخرين يسبوا في الكلام هذي دونك المجتمع تاعنا تدلنا تأخرنا بزاف ثقافيا قلت الثقافة ما عندناش ما نقراوش ما نطالعوش ما ننتجوش. احنا في الدار مثلا قاعد واحد ما عنده ما يخدم مثلا في العطلة ما يقراش كتاب ما يقراش جريدة في الدار ما كاش اشغال تاع الرسم ولا اشغال هكذا تاع نقول كيما البنات بكري كيما الصنعة يخدموا كروشي بيزيدوي يعني لا بغودغي اشياء اللي كانت خطر الانسان كي ما يبدعش ما يتفننش في الحاجه ما يخدم والو يولي فارغ شغل يولي يستنى غير واش صرا كاش فضيحه منها كاش من الجيران دارو كاش دواس كاش الفامي وحده راجل هضربها كاش هذا وهذا هذا واش يعني احنا رانا عايشين في هذا الفارغ. حاجه اخرى ثاني كنت لاحظتها الاخ عبد القادر اللي هو تصدم كنت عنده نظرة بزاف بزاف مثالية لافي يعني ان ايدياليزم اكستريم بالحالة تاع زعما حنا في الجزائر كيفاش هو يقول لك انايا متدينة وشافها في القناة في الانترنت كامل هو محدش في باله بلي هاد الطفلة هي عندها 20 سنة وصغيرة وكانت في بيئة محافظة وباينة كانوا بالك عايشين في مضرب اللي ما شافتش خير يعني هي بالك من المدرسه تاعها للدار ومع حسب شفنا الفيديو تاع الوالدين تاعها ناس يعني قيسهم قيس حالهم يعني ثقافيا انا مش نهضر على الماده نهضر على يعني باينين سي دي جون كيما نقولوا دو سامبل جون فوالا. دونك هو ما حطش في باله هو ثاني ما عندوش دايره هو جزائري يعني زاد هنا في الجزائر وتربى في الجزائر راح كبير حتى وصل على جادولت باش راح لامريكا دونك واش عارف الكوتي بسيكولوجيك لا بيرسون بلي الانسان كي يسافر يروح لمجتمع واحد اخر يصرالو تغير يتغير. هي دوك ممكن انا الله اعلم ما نانيش في مكانها ممكن هي شافت تما اكثر عداله في المجتمع تما بالك حست روحها عندها قيمه احسن اسي سونتي بانوي ممكن حست روحها غيرت كله
حتى الحاجه تاع لي برا يعني اللي بس اني بدلته انا وش يعني وش راحت. احنا نقولوا ياك عندنا يقول تعرفش الانسان حتى اذا سافرت معاه ولا خدمت معاه. الناس تسافر معاهم كاين حبابك تعرفهم في السفر تسافر معاه يتبدل عليك تبدل العقليه. وساعات كما نقولوا احنا نقولوا احنا بالدارجه يخرج لك خرجه كما يقولوا. فوالا دونك هذه هو داير في باله انها هي ما تتبدلش. يعني انا ما رانيش ندافع عليها وما رانيش ندافع على الفعل اللي كان يعني كما حكى هو خرجت وخلت الدار وراحت وعرفت دارت معرفه مع رجال واحد اخرين وكامل. انا يعني واش نقول انا في الاعتقاد تاعي انت عندك روحتي مع هذا الراجل ما حملتيهش ما قدرتيش تعيشي معاه ما عرفتيش بزاف تفهمي معاه كيما نقولوا انا ميا والسرقه علاش تسرقي وتديلو تفهمي معاه انا ميا بقى انايا ما كاش عشرة بيناتنا ما قدرتش نعيش معاك ما عجبتنيش ولا ما حبيتكش ولا انا سرحني. دونك هذا كيبقى لها الاختيار ليها تحب ترجع للجزائر هي حره نعاودو نولو مره اخرى للحريه تحب ما ترجعش وعد مقيمة ما كفية بالصحة دي باش تديله وتسرقه تديله دراهم وزيد تشتكي بيه وبعد يدخل في السجن. هذه ما هذه في حتى الدين وفي حتى مجتمع ما يقبلش واحد ما يقبل لا روحه يتخدع في حاجة كيما هذه. كاين بالك بنات صرا لهم مشاكل هكذا ما تحبش تعيش معها خطر ما تنساوش في الغربة بزاف صرا لهم يروحوا من دي كوب ماغية كي يلحقوا تما يكون معاهم مشاكل واقعين بيناتهم مشاكل يتلقوا بزاف من العرب عائلات يتلقوا كي يجوا الجزائر يجوا لوالديهم ما يخبروش ما يقولوش للوالدين تاعهم لا بيل فامي ما يقولوش بلي راه متفارقين. انا عارف دي جون دونك جو كوني مع الخبره يحكي لي وشفت متفارقين تما كي يجوا للجزائر يجوا ضياف ما يبينوش على انهم تفارقوا خاطر علاش تما كاين صوره اخرى طريقة العيش تما بالك المرأة تحس أكثر بالتحرر وتحب بالك ممكن تحب تكون روحها وتحب تخدم هي وتحب كما نقولوا احنا بالك هذاك الإنسان وهذه اللي كو جو نيم با خاطر هذا تاني يدخل في نقص الحريات. بالك الراجل اللي داته من الأول من الزاير تزوجت فيه ماهيش على اقتناع به هربت برك من دارهم هربت من الجو تاع الدار اللي بالك ما فيهش كيما نقولوا حنا ما كاش لهنا هربت. دونك بعد كي تلحق تما دير طريق باللي بصح الخديعه ماشي مليحه تتكلم معاه انا ميا لازم نروح حوار قال انا ما نقدرش نعيش معاك انا ما تعجبنيش ولا كي عشرتك ما عجبتنيش تخرج معروف وعلاش حتى دير له الخديعه هذه ويعشي السيد مريض والغل ومن بعد يولي يكون فكره ماشي مليحه على كاع البنات خاصه البنات نتاع بلادو. دونك انا واش نقول للوالدين نقول لهم راني تاني في السن تاع الام ما تزيوش على بناتكم وعلى ولادكم بزاف خلي البنت هذه ما حبتش دير خليها بالعقل تلبس المهم تلبس مستور وكاين علاش في السبعينات كانوا مثلا ماشي كاش الحجاب صح المستورين كانت تلبس انطاليور فيست من فوق. حنا من بكري علمونا والدينا كي تلبسي لبسة تاع برا ماهيش كيما لبسيها في الدار. الدار عندك اكثر حريه راكي في داركم برا تركبي المواصلات تركبي طاكسي راكي في الشارع العام كوني مغطيه في دار. حنا شفنا حتى بزاف سيروا عليهم حتى ولينا نشوفوا لي في الجين كامل مقطع وفي مفوله راه من فوق يا هل ترى هكذا يعني هكذا حتى ربينا الامور تصير هكذا في يعني تيلما الواحد يزير حتى وصلنا المجتمع لدرجة النفاق ها لا ليبوكريزي سوسيال حتى المجتمع الفاجر يعني هذه ثاني كاين حاجة أخرى حبيت نقطة واحدة أخرى ثاني لازم تعرفوا حاجة إنه الجزائريين عندهم تصرف هنا في الدائرة شيء كي يروحوا للخارج يكون تصرف واحد آخر خطر علاش هنايا ما مخلطينش ما خلطوش بزاف ما عندهمش يا ما يحتكوش بالعالم الخارجي خاطر على بالكم حنا ما عندناش انا طابق التوريست ما عندناش عقليه تجدد يدخلوا علينا رانا غير حنا في حنا. دونك يروحوا للخارج كاين اللي يبانوا العيوب تاع الشخصيه تاعو اللي ماهيش سويه ومن بعد
يتأقلم بالعقل بالعقل وبعد يفهم طرافاي سورفي باسكو علاش الانسان الشخصيه تاعو يخدمها كل يوم يخدم فيها كل يوم يسوي من اشياء وهذه كامل جايه من الدين تاعنا ماشي خطر قولوا هذه تاع الكوار ولا لا لا هذه تاع دين تاعنا يقول لك كل يوم تربي جاهد في نفسك كل خطره تبدا تنقص لي ديفو بالعقل بالعقل حتى ان شاء الله الانسان يعني يولي مقبول ما نقولوش بارفي باسكو لو بارفي ميكزيستي با ماكاش عبد معصوم للخطا فوالا دونك حنا عندنا الناس هنا في الجزائر ديجا كاين هذا النفاق الاجتماعي حنا يقول لك في الحومه بتحمتك ما تدنا ما تهضرش معاها الجار نعرفها بالجار واللي ما يعرفهاش هذيك يقدر يغلط معاها يسوبيربي يجرها في الخطا وكامل وبعد يقول لك انا راجل ما فياش العيب هذه ثاني وحده يعني الناس ماشي بحكم التربيه ولا بحكم خطر هذيك حاجه ما تولمش ما نديرهاش لا لا خطر يعرفوني باسكو هذيك في الحومه هذيك بنت جارتي هذيك بنت جاري هذيك فاميلتي هذيك ولي بعيده عليه معليش ما يعرفوش هذه الظاهره يعني انا واش الحكايه هذه اللي صارت من هذا الاخ عبد القادر والكرام كيما بحال عندنا الناس حنا تاع العاصمه ولا الناس تاع المدن الكبرى كيجونا الناس تاع الدشره يقول لك ما يعرفني حتى واحد يبدا يتصرف تصرف غير لائق يشوف طفله برا يتلاقى بها يعني ماشي متحجبه عن بالو هي راهي سافره سهله هذه راهي متحشمش وراهي ما عندهاش اخلاق يبدا فيها ويقول لك هذيك لا الاخرى راهي مرطيه روحها Je ne pense pas que l'honneur est une relation vraiment à 100% noire qui rana fiha. Hadou alaqa bnefsa. Khatar sraw bzaf. Ana bzaf shift w sma3t bhikayat w hkawli. Kayn bna zama dayra lhijab w qat rouh dir sport dans une salle mixte w kayn rjal w tahdar ma3a hadak moniteur w hiya fiancé w fiancé ma3ah w ba3d fiancé ma3a wahed w hiya tkhrej ma3a hadak تاع يصلي هي لو كان نقولوا بصح يصلي سبور اللي صار مرا هي سبور بك لي فام هذه شفناهم يعني وتلقى وحده من ماشي دايره الحجاب وتروح الفاصل دو سبور هذه سا ديبون ليدوكاسيون كي لا اي في دارهم التربيه كيفاش تربيتنا فوالا دونك قلنا اخر شيء ثاني قلنا الجزائريين وال leur comportement à l'étranger قلنا في الخارج سواء يفون ان ترافاي سور او يستقيموا بعد يسانتيغر يندمجوا مع باقي تما المجتمع يقول لي ان سيتوانيان يعني كيما نقولوا حنا يونيفرساليست يعني عالمي يقدر يعيش في كل بلاد وكاين اللي ما ينجحش انا يتهيأ لي هذا يعني قدر ما ينجحش في التأقلم تاعو خاطر لو كان ينجح كان يحوس وحده تما ولا جزائرية مسلمة ولا ينجح حتى تونسية مصرية مغربية اللي يكون تكون قريبة يقدر يعرفها شوية باش يدرجو خاطر هو راه يفكر بواحد الفكر تاع القرون اللي فاتت وهو عايش في بلاد كيما يقول بلاد الجن والملائكة لو كان مش عارفة انا بالك اي طفلة راحت كانت يكون عندها نفس التصرف اللي دارت الطفلة سورتو كي عندها 20 سنة يعني صغيرة ما شافت والو في حياتها مي كاينة حاجة ما تقولوش راني نشجع التصرف تاع الكرام انا ما رانيش انا ضد 100% مع التصرف تاعها مرات راجل عمرها يكون عندها المشكل تعيط للاهل تاعها من بعد يشوفوا لها صرفه معاها ولا تجيب ناس كاين جزائريين عايشين تما تحضرهم تعيط للناس كاين ناس فيهم الخير تروح من شحال من الجامع اللي قريب من تما تجيب الام تقول له فوالا انا ما نقدرش نعيش معها خاطري يكون حقها محفوظ وما تكونش عليها التهمه دوك راهي بالك حنا ما شفناش ما شفنا التصرف بالك راهي هذاك تلاقات معه راه حكيت معاه تعرفوا بلي حنا الجزائريين ساهلين بالخف عندنا لا كوميونيكاسيون فاسيل حكيت معاه برا صور معاها وثاني صغير هذاك الثاني اللي شفناه الولد اللي هضر لي قال قصرت معايا في تخانيتو ماهوش هو ثاني ما عندوش 50 سنه ثاني بالك يكون في 20 ولا في 25 صورت معاه لا سيمباتيزا معاك بالك من بعد باش حكيت له القضيه تاعها دونك حتى وهي بالك ما دارتش ما راحتش بالك حتى لحد وين خدعت راجلها اللي صح صح مي بصح من فين بمجرد ما دارت هذوك التصاور صورت معاه بعيني يشوفوا من الاسلوب واحد ما نعرفوش مليح بالخف تصور معاه يعني هنا باش تشوف قله التجربه خاطر هنا في الجزائر كانت ما كانتش عندها حريه كبيره باش تهضر مع الناس باش تعرف الانسان اللي خاطر الانسان اللي يحب لي الشر يحب لي الخير هذه مسكينه ما راحت على ما كان حتى تجربه راحت تشوف صفحه بيضاء في حقك تما دارت في نقولوا بها هي فوالا دونك سكو جو فولي دير اون غرو اوكي كاينه حاجه ثاني قبل ما نكمل نقولها لكم
ما تحطوش في بالكم باللي البنات اللي ماشي دايرين الحجاب راهمش كاين اللي تقول لك لازم تفهموا شيء في لابسيكولوجي، الانسان ما يحبش الحاجه ما يحتمهاش، تقدر انت تحتم حاجه تحب تاكلها ما تجيش، ما تجيش على قلبك تحتمها حاجه الناس ترد. دونك هاد الاشياء تجي غير بالعقل بسيكولوجيكمون. كاين اشياء واحد اخرى بزاف مهمه في الدين تاعنا، في قناه الصلاه الزكاه، وثاني القران كي نزل في 23 سنه بالعقل، واش نزل خطر على واحدة هي الطفلة عندها في 20 سنة وعبد القادر عنده بالك مش عارفة بالك 30 سنة بالك أقل، مازال يتربى ومازال يتعلم يشوف. وتاني الناس زمها فبقى جوجي كم ساعة قاتلت ما فبقى جوجي كم ساعة يفضوني دواء وجان هذا غلطة وقولوا لطيق هذه هي. دونك وحتى احنا تاني لازم نقصوا من التاوب بالناس بهذاك هذاك يصلي هذاك يصوم هذاك ما تلبس هذاك تلبس طول هذاك تلبس، خلينا من هذه الامور خلينا لازمنا نتبعوا الاشياء بلوز امبورطون، اشياء اكثر اكثر اهتمام شو اهميه كبيره. دونك مثلا من لي فاكونس لازم الانسان يحط روحو يلقى كتابات يتعلم اشياء يدير الخير تاني. الخير ماشي غير حتى شي غير حتى نبدا نفتي بالناس، لا لا الخير انا في النهار توت لا جورني يجونا دي زوكازيون بور فير لو بيان باش نعملوا الخير في الناس باش هادي باش. دونك يفودغا توت اون ريفيزيون دون لا سوسيتي الجيريان. لازمنا كاين اعاده نظر في المبادئ تاعنا والاسلام بريء منها، ماشي الاسلام نظره تاعنا احنا كيفاش ترجمنا التدين في الجزائر اللي خلانا. يعطيكم الصحه، السلام عليكم.